في حاجة برضو عاملينها مصريين شبابنا الجميل على السوشيال ميديا، هي قد تبدو انها ابلكيشن او تطبيق لطيف يطمن الناس على بعضها، بس اللي الناس مش واخده باله منها انها بتؤدي الى صوره شديده السلبيه. في تطبيق معمول بره اسمه انا في وضع امن او انا في امان، اسمه سيفتي تشيك بالانجليزي. سيفتي تشيك يعني التحقق من حاله الامان اللي انت فيها، فهنا بالعربي انا في وضع امن او انا في حاله امنه. للاسف هذا التطبيق انتشر واستخدم بكثره من امبارح للنهارده بعد الحادث بتاع شارع الهرم، فكل الناس عم داخله قال لك تلوش، انا في مصر الجديده، انا في وضع امن، انا في التجمع، انا في وضع امن، انا في المهندسين، انا في وضع امن، انا مش عارف ايه، انا في وضع امن، وصوره التطبيق قدامكم. طيب انا عايز اقول لكم بس بالراحه من غير الانفعال ومن غير كذا، القصه ببساطه شديده انه يا ساده يا كرام ارجوكم بلاش التقليد الاعمى للحاجات الغربيه. هتقولوا لي يا تامر انت متضايق ليه؟ هقول لكم مش متضايق، بس نستخدم الحاجه في مكانها الصح. حكايه انا في وضع امن دي، هذا التطبيق بيتم استخدامه والدخول عليه من قبل المواطنين عند تعرض البلاد لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لكارثه طبيعيه، زي لا قدر الله زلزال، زي فيضان يأخذ الأخضر واليابس، زي تسونامي اللي كان حصل في شرق أسيا منذ سنوات وشال مدن بأكملها وشال مش عارف إيه بأكملها. هو ده التطبيق اللي يا جماعة بتقلك أنا في وضع آمن، يعني الزلزال الحمد لله ما قضاش عليا، الفيضان ما جاش ناحيتي، مش عارف إيه. أما حادثة صغيرة في متر في متر في شارع في الهرم فتخلي مصر كلها تقولك ما تقلوش عنها في وضع آمن كذا، ده نوع من انواع سوء استخدام التطبيق، ده رقم واحد. رقم اتنين، هيؤدي الى صوره سلبيه جدا، وكان مصر في حاله يعني ماساه كبرى او كارثه كبرى، وده مش حقيقي. يعني فرنسا اللي بقى لها 6 أشهر بتتروق ارهاب، بقى لها 6 أشهر بتتروق، كل 3 ساعات حادثه ارهابيه في حته. ما اعرفش هم مستلمين فرنسا بقى لهم فتره ليه، ما عندهمش حكايه البتاع. انا دخلت بلعب التطبيقات والست اشهر اللي فاتوا ما عندهمش. أنا في موضوع بيستخدموها في الكوارث الطبيعية الكبرى التي تلحق بالأوطان، لكن حادثة في بتاع يعني لو واحد غز واحد في العتبة بمطوة هتطلع تقول أنا في وضع آمن؟ يا جماعة ما تفكر شوي، استخدموا الحاجة صح، بلاش هذا التقليد الأعمى والغبي لحاجات برة. كفانا بقى، بس اسمي إيه في الآخر؟ اسمي ناشط على البتاع، اللي هو محمود الرشيدي مساعد وزير الداخليه سابقا. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا تامر باشا، اهلا. ازاي معاليك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. طمني الاول، انت في وضع امن؟ هقول لسعادتك حاجه، انا مهما قلت بصراحه انت قلت الكلمتين اللي فيهم الشفاء يا استاذ. ربنا يعزك يا فندم، ربنا يعزك. بامانه انا متابع وسيادتك قلت الكلمتين اللي فيهم الشفاء، ولكن للاسف الشديد احنا بنقلد كتير من شبابنا، مش بقول كل، كتير من شبابنا بيقلد تقليد اعمى. هذه التطبيقات الخبيثة، وأنا بتساءل فعلا لماذا تم إنزالها أو السماح بها من خلال إدارة الأدمن بتاع الفيسبوك اليومين دول بالذات. وزي ما قلت ساعتك في فرنسا وفي تركيا وفي أمريكا حصلت أحداث أكتر من كده 100 مرة. صحيح. ولم توجه لهم هذه التطبيقات، وأنا بقول لشبابنا هذه تطبيقات خبيثة. ليه بقى بتنزل في المعدة بالظبط؟ أيوة. الإنجازات العظيمة اللي تمت في بلدنا مصرنا الحبيبة والاصلاحات الاقتصاديه وعوده السياحه الحميده، الحمد لله ابتدت دي ان قوى الشر والشيطان تغتاظ كمدا وتموت كمدا، وبالتالي بيحاولوا يجيبوا اي حاجه انها تعكر صفو امن واستقرار البلد. صحيح. وبالتالي لسه جايه لي رساله النهارده من، ويمكن مواقع الفيسبوك يا استاذ تامر النهارده كلها مشتعله حول الموضوع دوت، ناس كتير بتبعت بتشتكي. هو مصر فيها ايه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك حادثه متر في متر. النهارده في ناس في اوروبا كلها بعتين لي بيقول لك هو مصر فيها ايه؟ لان السيركل اللي موجوده على الحادثه وداخله فيها الاهرام اللي هي المنطقه السياحيه، يعني معنى كده في انفجارات وفي دمار وفي المنطقه السياحيه دي في حادثه متر بمتر. فدي من ضمن، بقولها يا استاذ سامر، من ضمن حرب المعلومات التي تستهدف شبابنا لبس ونشر الشائعات على سكيل واسع. صحيح. فيمكن انا عامل حتى بوست في الفيسبوك النهارده
وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر كلهم بيحذروا من التعامل مع مثل هذه التطبيقات. ليه؟ لانها بتساعد على نشر الاشاعه في كثير من الناس. طيب يعني الناس اللي للاسف بنيه حسنه بتخش وتستخدم هذا التطبيق مش عارفه انها بتسيء لسمعه بلدها ووضعها في العالم، ولدرجه ان العالم كله بقى حاسس ان مصر فيها كارثه كبيره وهم ما يعرفوش. يا فندم ده ناس من اسكندريه ومن اسوان شيروا ان في حادثه يعني ايه في الجيزه والهرم ده في ساعتها اتوان. طب احنا لسه ما عرفناش تفصيلات. صحيح. طب اللي بيتساءل قال له طب انت ساكن في اسكندريه، كان بتوع القاهره والجيزه لسه ما عرفوش تفصيلات، انتوا عرفتوا تفصيلات ازاي اللي في الهرم؟ يبقى دي المقصود بيها تطبيقات ابلكيشن خبيثه، الاساءه الى البلد بعد حاله الاستقرار اللي احنا شاهدناها. ويمكن هنقدر نقول نربط ما بين الاحداث الارهابيه اللي حصلت مؤخرا في هناك وما بين هذا التطبيق اللي نزل في الموعد ده عشان الناس. انما الحمد لله مصر امنه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده اللواء، وبشكر حضرتك على هذه الخبرات الامنيه.